للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبيدلي العبيدلي رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات. مرحبا بك في نشرة الثالثة. لو تحدثنا عن أهمية صناعة مثل هذه المؤتمرات المتعلقة طبعا بالقطاع التقني وأهم التوصيات والمخرجات للنسخة العاشرة من مؤتمر ميت آي سي تي وبايتكس. مساء الخير، أحييك وأحيي تلفزيون البحرين والأخوة المشاهدين. لا شك أنه تشخيصنا للحالة أو الوضع البحريني بضوء المناقشات التي جرت على هامش المؤتمر والفعالية، وجدنا أنه أهم شيء الحقيقة أو أهم نقطة ممكن الواحد يتوقف عندها هي جاهزية البحرين لاستقبال أي شكل من أشكال الاستثمار في صناعة تقنية المعلومات. وبالمقابل أيضا لمسنا رغبة الشركات الكبيرة من أمثال هواوي أو مايكروسوفت أو أمازون، رغبتهم الحقيقية في الاستثمار في سوق أو في صناعة تقنية المعلومات البحرينية. هذا يؤكد أنه هناك تكامل بين الرغبة والجاهزية. بالتالي التوصيات اللي خرجنا فيها هي أهمية تعزيز جاهزية البحرين لكي تكون مؤهلة لتعزيز مكانتها ومكانة البحرين في سوق صناعة الانترنت وتقنية المعلومات العالمية، ومن جهة أخرى يعني بذل أقصى الجهود وأفضل الإمكانيات من أجل يعني تعزيز مكانة البحرين لجذب الاستثمار الخارجي وتطوير صناعة تقنية المعلومات المحلية. طبعا البحرين تملك أهم مقوم من مقومات تطور هذه الصناعة وهي الموارد البشرية. بين يدي البحرين حقيقة مجموعة من الأيدي الماهرة التي تستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية عندما يتعلق الأمر بتطوير صناعة تقنية المعلومات. نعم، الأستاذ عبيدلي العبيدلي رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك.